صدق من قال عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يعني إذا كنت غافل وغرقان في هذه الدنيا وبعيد، وبعضهم بالعامية بيقول إذا كنت بالبيباي، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. كثير من الناس مشغولون في هذه الدنيا بتحصيل الرزق والسعي خلف الرزق. يا حبيب قلبي، أنت لما كنت طفلا أو جنينا في بطن أمك كان الله سبحانه وتعالى يرزقك، ولما ولدت خرجت من أمك لا تعلم شيئا، خرجت بلا لباس، ما عندك أسنان، ما بتعرف تحكي، ثم الله سبحانه وتعالى سترك وكساك، والله أنعم عليك والله رزقك، وأنت كنت طفل أصلا ما بتعرف تقول ماما جوعان. لما كنت طفل ما كنت بتعرف تحكي، ولا كنت بتعرف تعبر عن حالك، ولا كنت بتعرف تقول لأمك أنا جوعان، ومع ذلك كان الله تعالى يرزقك. فما تلتهي بالرزق عن الرازق، الله هو الرازق، فتوكل عليه. وصدق من قال عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. الطير عم يأكل والحوت بالبحر عم يأكل، ما هيك ولا لا؟ ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. الرزق ما بيجي بالقوة، مجرد القوة، إنما الرزاق هو الله. لو كان الرزق يأتي بمجرد القوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يعني كم وكم من الناس بيقول له الدكتور انت معك مثلا سرطان، معك شهرين وبدك تموت على زعمه، بيروح بيعيش 20 سنة، بيموت الدكتور وبيمشي بجنازته ويمكن بيعزي فيه اذا كان مسلم، وبعده هو عايش. فشو عم بيقول الشاعر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، يعني كم من لعيب بوكس صحته منيحة مات سبحان الله من غير مرض، وكم من سقيم يعني مريض عاش حينا من الدهر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها.